أستاذة شهيرة محرز، عايز أسأل حضرتك على يعني ما نحن فيه الآن، كيف تطور في رأيك زي الفلاحة المصرية؟ يعني كلنا بنحب قوي زي الفلاح، لكن يعني ملاحظين في السنوات الأخيرة سنين برضو أنه هناك تغير فيما تلبسه. ما بقاش فيه زي فلاحي، الزي الفلاحي اللي موجود اندثر من السبعينات والثمانينات، واللي بتلبسه دلوقتي زي ما بيلبسوا في المدن الكبيرة. البنات بتلبس بنطلون عليه قميص وحجاب، ما بقاش فيه ست يعني بتلبس الجلابية. زي فلاحي. الجلابية أين ذهبت؟ اختفت تماماً. تماماً. وأنا في جيلي أوريجي كانت اختفت، كان في بس اللي بيسموها جلابية بصفرة، حضرتك تلاقي جلابية بحاجة مدودرة كده وحاليها تنتنة هي دانتيلا كده وبس. وأنا كنت اللي علمتني اللي فيه جلاليب فلاحي الله يرحمها صديقتي نعمة كامل، اللي أكبر مني كانت ب15 سنة، فكانت عصرت في القرى اللي هي في أرض أهلها. كانت شافت الستات لابسين ملابس، ورجعنا روحنا الخياطات قدام وطلبنا منهم يعملونا اللي كان بيتعمل للجدود، وجمعنا كده 30 زي حضرتك هتلاقيهم في الكتاب. أيوة. كل واحد أيوة. من منطقة، وأخيرا اكتشفت أرشيف صور لازم إن شاء الله ننشره، بيوري حتى النماذج اللي أنا ما صورت ما عرفتش أقلدها، لأن كل مصر كانت خلاقة. أيوة. كل مصر كانت يعني بتبتكر. كان عندنا زي معروف للفلاحة المصرية. الزي الفلاحي كان كله ليه سمات مشتركة، إن في فتحة صدر بصفرة، وإن كم بأسورة. ما بقاش الكم، يعني مرات كنا نشوف في أفلام زي الأرض مع إن يوسف شاهين راجل مخرج كبير، الفلاحة أم كم واسع. لا، الفلاحة مش بكم واسع، لأن بتشتغل وبتعجل لازم تشمر. فكله ليه أسورة وكورنيش وسفرة مطرزة ونازل بميل بيوسع. أيوة. فده كان الفستان. يعني هذا لم يعد موجود في القرى المصرية؟ لا خلاص اختفى على الإطلاق. أنا في جيلي كان اختفى، وكان بس سفرة مدورة ونازل وأسود وبس. يعني الحل محله حاليا إيه بقى؟ بنطلون وقميص، ما بقاش في حد بيلبس فلاحي خالص. ولو لبستي حاجة فلاحي، أنا ما بلبس جلابية فلاحي، بيقولوا لي أنت خواجاية لابسة ده ليه؟ الناس فاكراني ان انا جايه من بلاد الغرب. ما فيش حد بيلبس فلاحي. يعني تفتكري حضرتك انه ممكن ان يعود الزي الفلاحي الى القرى المصريه مره اخرى؟ بصي، ما فيش اللي يعمله مع الاسف. كل منطقه كان فعلا زي جميل جدا، صعب. اللي كان ليه حتى قصة معينة في منتهى الجمال عشان الفستان ينزل بميل معين. لا، كان في طبعا حرفنة، ما كانش. أنا مرات بقول لنفسي مين اللي كان بيروح من قرية لقرية يديهم مقاييس ومعايير؟ واضح إن كان في يعني تنقلات من منطقة لمنطقة. أيوة. عشان تلاقي تشابه ما بين البحيرة والشرقية في فترة ما كانش في لسه القطر، وما كانش في السكة الحديد، وما كانش في التليفون والتلفزيون، وكانوا الستات في قرى مش مسموح لهم يطلعوا بره القرية. أيوة. إزاي؟ فكان في حاجة يمكن من خلال الأسواق، يمكن من خلال المقتدرين في القرية اللي هي البيوت البرجوازية الصغيرة اللي عندها 20 فدان 30 فدان، فبقت نموذج لبقية الفلاحين. لكن طبعا كان في كل منطقة كان لها أنماط وأنماط جميلة. ده مش بس كده، في حاجات كتيرة اختفت لقيتها في الأرشيف ده، إن مثلا الستات المصريات الفلاحات وهي رايحة تملى مية من النيل كان تقفل البلاص بورد. وفي صور يجي 15 صورة لستات ماشيين في الريف المصري لابسين حاطين البلاص، والبلاص متغطي بورد. مشهد جميل. شوفي، يعني علشان يبقى ريحة المية حلوة وعلشان يبقى في منظر جميل، كان في زي ما كان كل حاجة في الأرياف كان شكلها جميل. طب كان في مثلا غطاء الرأس أو يعني كان المنديل بويا ده كان ده شكله جميل جدا جدا. طبعا اختفى. اختفى. أنا عملت قبل ما يختفوا بخرز وعملت بقوية، لكن النهاردة ما فيش حد بيعمل الشغل ده. كان آخر ما بيتعمل في دمياط. دمياط كان في ستات بتعمل قوية لحد يمكن أخيرا. لكن ما بتعملش، يعني مش منتشر، لأن مين هيشتري؟ المصريين ما بيلبسوش مصري يا فندم، المصريين بيلبسوا أجنبي.